عليكم ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ننساش نعمل لايك نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. وخبرنا النهاردة بيتكلم عن المصرية الجميلة اللي أشادت بضيافة الجزائريين وتشجيعهم ليها، وقالت ان هي فخورة جدا جدا جدا، وكانت سعيدة جدا جدا، وحست بالوحدة العربية والوطنية وكل شيء، وان جمهور الجزائر ما قصرش ابدا معاها. الف مبروك ليها. تعالوا بينا نسمع قالت ايه. حسيتي بالترحيب وتشجيع الجمهور الجزائري؟ حسيتي ايه؟ حسيت فعلا بالوحدة العربية، انبسطت جدا ان هم فعلا يعني لسه الشعور ده موجود ما بيننا، احنا بنحب بعض مهما كان اللي بيحصل. شعور الحب فعلا حسيت وانا على الملعب وانا سامع صوت الجمهور وهو بيسقف لي وهو فرحان بيا. الف الف طبعا مبسوطه جدا بده. كل التعليقات كانت فيها اخوه وحب، ربنا يديم الاخوه بين مصر والجزائر. شوف حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.